الشعب السوري انكسر، الشعب السوري انكسر، حكم القائد راوي الجيش، الشعب السوري انكسر. الآلاف من أبناء محافظة اللاذقية والقادمين من محافظات سورية أخرى احتشدوا بمسيرة جماهيرية حاشدة أمام مبنى محافظة اللاذقية، مؤكدين تمسكهم بثوابتهم الوطنية ودعمهم للجيش العربي السوري بالقضاء على الإرهاب. إنها نصر للسورية وللشعب السوري وللسيد الرئيس بشار الأسد. نحن مع السيد الرئيس قلبا وقالبا، وهدول الخوان البرة ما إلن شغل عنا يا عالم يا ناس، هدولي ما إلن شغل عنا، أكالين اللحوم، هدولي البشر اللي ما بيفهموا. الله محيي الجيش العربي السوري، ومنطالبهم بالسحق والقضاء على الإرهابيين بشكل كامل، ونحن مع الوفد، مع المعلم اللي هو معلم، ومع السيد المقداد وبسنة شعبان ومع كل شريف بالعالم كلياته. طالب الجيش الله يحميهم، ونحن وهن إن شاء الله على الإرهاب بإذن الله، والله يحمي كل شاب ويخلينا هالبلد ويخلينا الرئيس يا رب العالمين، والله وسوريا وبشار وبس، والله يحمي الجيش. نحن الشعب السوري ايد وحده باذن الله، وكلياتنا مشروع شهاده ومنتصرين باذن الله، وما حدا بيوقف بوشنا طول ما نحن بقياده الدكتور الرفيق بشار حافظ الاسد، ونحن شبيبته وكلياتنا معه. انا جيت من دمشق من امبارح لليوم حتى اشارك بالفتره العظيمه ما بين الجماهير السوريه، ولا لجميع الدول الغربية وحتى العربية، اللي ما عنده شرف اللي ما عنده ناموس يجي لبوط الجيش العربي السوري يتعلم الشرف، الأخلاق، الذوق، الأمان، ياخذ حرية من سوريا، نعمل وزع حرية لجميع العالم، مش ناس إرهابيين كفار كفرة، يعلمونا الحرية، روحوا شوفوا حالكم بيسووا عنا بحجر الأسود، لعنهم الله ليوم الدين، الإسلام منهم براء. ونطلب من الجيش القضاء على الإرهاب وعلى كل خاين بالوطن. نحن أجينا نطالب الجيش بالقضاء على الإرهاب والمسلحين بكل منطقة وبكل شبر من سوريا. الوفد السوري هو اللي بيمثلنا. الله يحمي يا رب للجيش العربي السوري ويحمي قائدنا بشار ومنصورين بعون الله. هذه هي جماهير محافظة اللاذقية، هذه المحافظة المعطاءة الخيرة، خرجت اليوم وبشكل عفوي لتقول للعالم أجمع أن إرادة الشعب السوري لا يستطيع أحد أن يقعرها، وأنه لا يمكن لأحد في العالم أن يفرض إرادته على الشعب السوري. خرجت لتقول لوفدنا في جنيف نحن معك. رسالة اللاذقية سمعناها اليوم من جماهير اللاذقية، من مواطني اللاذقية، من شرفاء سوريا أجمع، كلمة واحدة بقلب واحد وقبضة واحدة وصوت واحد، مع الحق السوري، مع الوطن السوري، مع الجيش العربي السوري. هذا وقد كان صوت أهالي اللاذقية امتدادا لصوت السوريين في كل مكان. آلاف السوريين اليوم احتشدوا ليقولوا كلمتهم دعما للجيش العربي السوري ورفضا للإرهاب بكل مكان. لينار خطور لأخبار التلفزيون من اللاذقية.